رحيم، ممكن نتعرف بحضرتك؟ ايوه، اسلام عبد الحميد. انا اوريدي شغال فاينانشال كونسلتنت، استشاري مالي وباحث اقتصادي. اشتغلت في الاستشارات الماليه في شركات كتير، واوريدي كنت باحث اقتصادي في اليو ان، في يونايتد نيشن، وفي الايكونوميك يونيون اللي هو الاتحاد الاوروبي. كنا عاوزين نعرف حضرتك النهارده في مؤتمر الموارد البشرية، اتكلمت عن السيو في نجاح الشركات. عاوزين نعرف الكلام اللي حضرتك قلته في مؤتمر، يعني عشان نفيد الناس والبشرية. المؤتمر بتاع مديرين التنفيذيين اللي احنا حضرناه النهارده واللي احنا بنحضره النهارده كان مؤتمر الهدف منه ان احنا نحاول ان احنا السي اوز او مديرين التنفيذيين، نتيجه ان وقتهم بيبقى ضيق جدا، فبقى ما عندهمش القدره ان هم يتبادلوا معلومات مع الشركات الثانيه، او ان هم يوسعوا النتوركينج بتاعتهم او شبكه العلاقات بتاعتهم. ففائده المؤتمر النهارده هو ان احنا نتبادل المعلومات وعمليات التعارف اللي بتحصل ما بين السي اوز عشان نقدر ان احنا نوسع نطاق الاعمال ما بين الشركات وبعضها. طيب النهارده التجارب الدوليه بتاعت السي او النجاحها اللي انت قلتها في المؤتمر، هل ممكن نحققها في مصر؟ طبعا كل حاجه ممكن تتحقق في مصر، بس النقطه كلها ان هي محتاجه نوع من انواع الدراسه والتنفيذ الدقيق والكبر. فانت عندك الابحاث الاقتصاديه بتتكلم على اساس ان السي اوز كان واحده من او المنصب السي او ده بيقوم عليه الشركات وبتبقى هدف اساسي وركيزه اساسيه لنجاح الشركات. فاخر ابحاث اتعملت في جامعه فرانكفورت اكدت ان السي او كعامل نجاح بيمثل من 13 ل 30% للشركه. فطبعا دي نسبه بتبقى عاليه جدا، ان منصب واحد فقط ممكن ياثر على الشركه وممكن ياثر على قيمه الشركه المستقبليه بنسبه كبيره جدا. هل ده ممكن نحقق التارجت في مصر، وخصوصا ان احنا عندنا عجز في مديرين الشركات الناجحة؟ النقطه كلها ان اغلب المديرين التنفيذيين في مصر قالوا، خصوصا في الشركات الصغيره ومتناهيه الصغر او اللي هي الاس ام ايز، بيبقوا دايما عندهم المهاره بتاعتهم في الحرفه او في الشغلانه اللي هم شغالينها، ما عندهمش باك جراوند او ما عندهمش اي مرجعيه في الادارات الثانيه او في العلوم الثانيه في البيزنس بشكل عام، مثلا مع حته الفاينانس، حته السبلاي تشين. هو بيبقى ممكن بقى سي او نتيجه ان هو عنده الحرفيه الشديده وممكن او عنده الاتقان الشديد في الحاجه اللي هو بينفذها او المنتج اللي هو بينتجه، بس في الجوانب الاخرى بتاعه الاعمال وبتاعه الاداره بيبقى مع الاسف بيبقى عنده شويه عجز فيه. فالنقطه كلها ان السي او ده لو ابتدى يشتغل على نفسه، ابتدى ان هو ياخد بقى زي ما احنا بنشوف في المؤتمر ده الليرنينج اللي هو ممكن في الادارات او في الاعمال او في المجالات الاخرى، ان هو يبقى مطلع على الارقام بتاعت الشركه ويعرف يحللها، ان هو يبقى مطلع على عمليات الاداره او العمليات الانتاجيه اللي بتحصل جوه الشركه ويعرف ازاي ان هو ينفذها ويبتدي ان هو يستخدمها بطريقه كفء، وهكذا ان هو يبقى مطلع على جوانب اخرى زي الموارد البشريه، ويبقى عنده خلفيه ان هو ازاي يقدر يدير القوه البشريه بتاعته. فطبعا دي من الحاجات اللي ممكن تنجحه وممكن فعلا تاخد الشركه من حته لحته ثانيه خالص. شكرا لحضرتك، وحوار ممتع، يا رب يفيد الناس كلهم. شكرا شكرا.